السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد وعد الله سبحانه عباده الموحدين بالاستخلاف في الأرض وإقامة حياتهم على أساس من الأمن والقوة، وعلق لهم ذلك على الإيمان والعمل الصالح. وربما يكون من الملح في هذا السياق البحث في طبيعة الاستخلاف وتحرير مفهومه، وكذلك بيان معنى العمل الصالح ونطاقاته وكذلك مقاصده. مشاهدين الفاضلين، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقاصد، وهي تبحث موضوع الاستخلاف ومقاصده. أرحب من خلالكم بضيف الحلقة الدكتور عبد الناصر سلطان سلام، أستاذي تاريخ الأديان والفلسفة. أهلا ومرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا وشكرا على هذه الدعوة. حياكم الله. مرحبا بكم مشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بكم دكتور. كلمة الاستخلاف وردت في الوحي بشقيه القرآن والسنة، وردت مرارا. نعم. على ما كانت تدور هذه الكلمة، يعني المعنى الذي تدور حوله؟ نعم، حقيقة عند دراسة مفهوم الاستخلاف، طبعا أول يعني نبدأ بتعريف الاستخلاف كما ورد عند الإمام الشاطبي، وهو الوكالة أو القيام مقام المستخلف كما حدده الإمام الشاطبي. لكن معنى الاستخلاف يتضمن الوظيفة والتكليف. كلمة الاستخلاف أصلا تحمل هذا المعنى كتضمين. فمن خلال النصوص التي قرأناها نجد أن هناك دلالتين، لهذا المفهوم. الدلالة الأولى هي الدلالة الكونية، وهو يمكن سيكون موضوعنا هنا. الدلالة الكونية ترتبط بمفهوم. قبل أن نتحدث عن موضوع إذا ما كان كونيا أو دينيا، وهنا عندي سؤال عن هذا الأمر دكتور عبد الناصر، لكن معنى الاستخلاف هي الكلمة لو حللناها، يعني أن يكون الإنسان خليفة الله في، نعم، في هذه الحياة، نعم، الدنيا، ما معنى أن يكون خليفته هنا؟ يعني أنا أريد أن آتي هنا في موضوع خليفة الله، وهو أمر مثير جدا. العبارة مثيرة ومستفزة، وقد طرحت عن بعض العلماء يعني نوعا ما هروبا من التورط في يعني في مشاكل العقدية. فقالوا أن المعنى خليفة، يعني الخليفة أو إني جاعل في الأرض خليفة كآية قرآنية، هو أن يخلف الناس بعضهم بعضا. وإذا رأينا السياق القرآني في لهذه الآية إني جاعل في الأرض خليفة لا يحتمل هذا المعنى، لأن النص هو افتتاحية لقصة وجود الإنسان. فكيف يعني المعنى يكون عبارة عن فقط يخلف بعضه بعضا؟ اجعلني فقط يعني أسرد دلالتين التي يعني نستطيع أن نستخلصها من النصوص التي وردت في القرآن والسنة. هناك دلالتان. الدلالة الأولى الدلالة الوجودية، ممكن أن نسميها دلالة وجودية. الدلالة الأخرى هي الدلالة الشرعية، وهذا الذي نفهمه نحن بمفهوم الخلافة في المعنى الفقهي أو السياسة. أنا أريد أن أركز أولا على الدلالة الوجودية. الدلالة الوجودية تعني القيام مقام الوكيل في الصنع والإبداع، تمام؟ بمعنى إن صح التعبير تفعيل سيادة الله في الأرض. وهذا يمكن أبدأ أدخل في سؤالك في موضوع خليفة الله في الأرض. هذا المعنى الاستخلاف الكوني، يعني نسميه الاستخلاف الكوني، هو يشير إلى وظيفة كونية أو تكليف رباني. أصلا عندما نقول وظيفة يعني تحتمل أن يكون هناك عمل، صحيح؟ نعم. أو نقول تكليف أو وظيفة أو استخلاف، ما احنا قلنا الاستخلاف يتضمن معنى التكليف، الاستخلاف يتضمن معنى الوظيفة. طب الوظيفة ما يقومها؟ العمل. الوظيفة يقومها العمل. إذن الدلالة الوجودية لكلمة الاستخلاف من خلال النصوص، سأتي إليك بالنصوص. الخلافة الدلالة الوجودية لموضوع الاستخلاف هنا يتضمن مفهوم العمل كوظيفة، لكن حتى يليق يعني هذا العمل
حتى يليق هذا العمل بالخلافة الربانية يجب أن يكون عمل إبداعي. عمل إبداعي. كيف يعني عمل إبداعي؟ عمل إبداعي على أتم وجه؟ لا، عندما نتكلم عن نقول خليفة الله، يعني هنا المعنى إذن عمل، إذن إبداعي. لماذا؟ أنت تمثل من هنا؟ الخالق. نعم، تمثل الخالق في الصنع والإبداع. المبدع، تمثل. نعم، المبدع، تمثل الإبداع. وما نراه نحن الآن في حياتنا المعاصرة، نجد أن يعني هذا البث الفضائي هذا هو صورة من صور الإبداع، إبداع الإنسان. فهنا نأتي إلى معنى أن هذه الدلالة الوجودية تتحقق في المسلم وغير المسلم. يعني هذه الدلالة الوجودية تتحقق في المسلم وغير المسلم. فنقول أن هذا الاستخلاف الكوني الذي يرتبط بمعنى العمل هو المقصود من وجود الإنسان، المقصود من خلق الإنسان. الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، وقد حمل الإنسان هذا التكليف الرباني أو هذه الوظيفة بموجب ثلاثة أمور. أولا، أنا قلت قبل قليل القدرة على الإبداع، وهذه حقيقة مشاهدة كما قلنا. رقم اثنان، تمتع الإنسان بصفات، هذه الصفات التي تعبر، ونحن نتكلم عن خليفة الله، التي تعبر عن وجه التماثل بين صورة الله والإنسان كما ورد في الحديث. وأمر طبعا كما قلنا هي أمور قد يعني يتردد كثير من العلماء في فهم هذه المعاني، ولكن نحن من خلال هذا السياق، سياق الاستخلاف الكوني، نستطيع أن نقول أن هذا التماثل يعبر عن صفات الله وليس تشبيها أو تجسيدا، يعني حد التماثل هذه. مثال لهذه الصفات، صفات العدل والحكمة والكرم وغير ذلك من الصفات المميزة. هذا الأمر الثاني. نعم. الذي حمل الإنسان من أجله هذه الوظيفة الكونية. رقم ثلاثة، اختص الإنسان بثلاثة قدرات نفسية، التمييز والاختيار والإرادة. هذه القدرات الثلاثة يعني لا يخضع الإنسان فيها إلى قوانين السنن التكوينية، فعمله ليس آلي ولكن يتميز بهذه القدرات، يتميز بهذه القدرات التي تبنى عليها المسؤولية، المسؤولية. نعم. عن عمله. طيب، هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة، أمور قلنا القدرة على الإبداع. نعم. قلنا الصفات المميزة للإنسان التي تمثل فكرة صورة الله، تمثل صورة الله، والمقصود بنا الصفات حتى لا يعني يفهم خطأ كلامي. رقم ثلاثة، قلنا الثلاث القدرات النفسية، هذه الثلاث تمثل تكوين روحي للإنسان، هو التكوين الروحي الذي له نسب الله الروح إلى نفسه. طيب، يعني حتى أدلف من هذه القضية إلى قضية الخلافة الشرعية. الخلافة الشرعية، هذه الخلافة التكوينية التي يستوي فيها المسلم وغيره. نعم. وهي يعني إقامة المدنية والحضارة على وجه الأرض. نعم. بأفضل صورة. نعم. ممكنة، وربما يكون تفوق الغربيون على المسلمين في هذا بأشواط كثيرة، لكن عن الخلافة الشرعية التي هي إقامة حكم الله في الأرض. جميل. هذه هي التي تقصدها؟ أقصد بهذا، وإذا عملنا مقارنة بينهما، إذا قلنا الاستخلاف بدلالاته الكونية هو القيام مقام الوكيل في الصنع الإبداع، هنا سيكون القيام مقام الوكيل في تنفيذ أمره أو تفعيل إرادة الله في الأرض ممثلة. أيوة، تمثل ممثلة بماذا؟ في منهج، المنهج، منهج الحكم، منهج الدين، منهج الحياة. هنا يكون هذا الاستخلاف بهذا المفهوم الشرعي يقتضي الشهادة الذي هو عقد العمل. نحن قلنا الاستخلاف يرتبط بمعنى العمل، الاستخلاف يرتبط بمعنى العمل. فالاستخلاف الشرعي هناك عقد عمل، هذا العقد العمل هو الشهادة. هذه الشهادة يعني هي منهج، يعني أن يحتكم الإنسان بمنهج هذه المؤسسة، هذا العمل في أمر الله ونهيه، يعني يعرف الإنسان أنه محكوم بقيم هذا الاستخلاف في عمله، والأمر ليس مقولا لهواه. وهذه أي مؤسسة إذا فيها عمل هناك عقد، فالاستخلاف الشرعي من هذا المفهوم.
طب دكتور عبد الناصر، إذا ما وضعنا هذا قضية الاستخلاف في السياق القرآني وفي التصور الإسلامي، هل يمكن اعتبارها هي قضية تشريفية للإنسان أم تكليفية؟ أيهما؟ الاستخلاف. هي طبعا إذا تكلمنا عن الإنسان تشريف في الدلالة، في الدلالة الكونية تشريفية، أما في الخلافة في الاستخلاف الشرعي تكليف، فهو التشريف. والتشريف ولقد كرمنا بني آدم، يعني الله كرم بني آدم بماذا؟ بهذا التكوين الروحي الذي تكلمت عليه قبل قليل، التكوين الروحي الذي أعطاه هذه الأمور الثلاثة التي حملته هذه الأمانة. الأمانة هنا أيضا أريد أن أطرح فكرة الأمانة، وهي مجال العمل. يعني إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبينا أن يحملنها. مجال العمل والأمانة، هذه الطبيعة، هذه أمانتك. هذا فالإنسان علاقته بهذه الطبيعة أو بهذا الكون علاقة الأمين وليس علاقة المالك والممتلك. لماذا لا يكون هو أمينا على الوحي؟ لماذا الأمانة ليست هي متعلقة بالوحي والتوحيد وعبادة الله، وهي وإنما مقتصرة فقط على العمل؟ هو أنا قرأت الآن بسياق، قلت لك هنا قرأت هنا بسياق مفهوم الاستخلاف، خصوصا عندما تنتهي الآية إنه كان ظلوما جهولا. نعم. الظلوم هنا هو الذي يعني تكون العلاقة بينه وبين علاقة الإنسان وبين الطبيعة هي علاقة، ليست علاقة الأمانة ولكن علاقة التملك، أو علاقة كما الآن في الغرب يسموه غزو الطبيعة. وهو يعني ظلوم هنا، إن الإنسان كان ظلوم لأنه يعني لم يحدد غايات الحياة بما حددته الدين، أو فصل ما بين يعني الكون والقيم السماوية. وجهول هو الذي ترك أصلا هذا العمل واكتفى بالإيمان. يعني أنا في رأيي إذا قرأت هذه الآية سأقرأ من هذا الجانب، من جانب أن الأمانة هي مجال العمل، مجال عمل الاستخلاف. طيب يعني سأعود معك بعد قليل إلى ما تحدثت عنه، أو الآن ربما يكون مناسبا حتى لا نبتعد كثيرا. في مستهل الحلقة قلت إن الغاية من خلق الإنسان هي الاستخلاف. نعم. أوليست الغاية من خلق الإنسان هي التوحيد، إقامة جميل. التوحيد؟ جميل، هذا جميل. الغاية، إذا قلنا الغاية من وجود الإنسان هو التوحيد، ما مقتضى التوحيد؟ العمل. إذن العمل. أما نقول التوحيد، الله عز وجل واحد أحد مستغني عن عباده، يعني لا يحتاج يعني كان هناك من يوحده ومن يقدسه، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك. توحيد الألوهية والربوبية دكتور. نعم. يعني بمعنى الشعائر والعبادات وإقامة التوحيد إلى آخره. يعني ربما تكون هذه هي الغاية من خلق الإنسان، ومن ثم يفرز عنها بعد ذلك العمل، أليس هذا؟ طب إني جعلهم في الأرض خليفة، الآية واضحة. نعم. الحكمة. لكن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب. واللام هنا للتعليل، علة خلق. ماذا معنى يعبدون؟ حتى العلماء عرفوا يعبدون العمل. نعم. عرفوه بمعنى العمل. يعني نأتي إلى نفس. هي اسم بحسب تعريف ابن تيمية، هي اسم جامع لكل ما يحبه. نعم. الله ويرضى. يعني الأكثر، يعني ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نقول الله يتنزه يعني أن يطلب. طيب ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما الجديد؟ ما الجديد في خلق آدم؟ ما الجديد عندما تقول الملائكة نحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا نحن نعبد، فلماذا خلقت هذا الإنسان؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يعني هنا واضح من هذا النص أن القضية ليس الهدف منها يعني غاية وجود الإنسان التوحيد، أو غاية وجود الإنسان الإيمان. بعضهم يقول الإيمان دائما هدفهم قاصر، لأن الإيمان أيضا يرتبط بالعمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فوجود العمل باستقراء جميع النصوص تجد أن العمل هذا يعني أساسي في 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 طيب في وجود الإنسان. يعني حتى إذا ما مثلا التبست على السادة المشاهدين بعض النواحي التفصيلية نحتاج إلى تفكيكها. العمل له اعتبار كبير في الشريعة، لكن العمل دائما هو مبني على الإيمان، فالأس هنا هو الإيمان الذي خلق الله الإنسان من أجله، ثم بعد ذلك ينبني عليه العمل. نعم. أنا أركز الآن على أمر استخلاف، يعني الموضوع والاستخلاف. فهذا إذا تكلمت قلت لك أنا قسمتها بين دلالة كونية، وهذا مقصد عام للدين. هو مقصد عام للدين، هو المقصد العام، المقصد العام للدين استخلاف. الاستخلاف مقصد عام للدين وغاية وجود الإنسان.
وغاية وجود الإنسان يعني بناء على النص القرآني إني جاعل في الأرض خليفة. يعني أنا ما زلت أؤكد وأكرر أن هذا يعني هذا النص يثبت أن غاية وجود الإنسان هو مفهوم الاستخلاف. وإذا طيب إذا تحدث يعني أنا على الشواهد، نأتي بشواهد أفضل حتى يكون الأمر واضح عند المشاهد. حبذا. طيب نأتي مثلا بالبسملة، سأأتي بشيء بسيط يعني. نعم. البسملة، نحن نبسمل في كل عمل، والبسملة هو ماذا تعني هنا؟ هو تعبير عن الاستخلاف، كل شيء أنا يعني أنا سأقوم بهذا العمل بسم الله. بسم الله، فهذا هو مفهوم الاستخلاف، هذا ما يؤكد. يعني سأأتي بجميع الأدلة التي أستحضرها. يعني أيضا آية قرآنية واضحة جدا، الذي يعني إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني الاختبار الإلهي للإنسان هو أيهم أحسن عمل، الإبداع. أستاذ أنا تكلمت في البداية وقلت لك المقصود من العمل هو ليس أي عمل، ولكن العمل الإبداعي. والله يقول أيضا في آية قراءة الذي خلق الموت والحياة، هذا الوجود. طب يعني هنا في قضية دكتور عفوا عبد الناصر، يعني أمريكا أو الغرب أو العالم السويدي عندما اخترع الديناميت ومن ورائه بعد ذلك صارت الأسلحة والقنابل النووية التي قادرة على تدمير البشرية من أصلها برمتها، هذا عمل إبداعي من حيث ظاهر من حيث ظاهره. نعم. فكل عمل إبداعي هو خلافة الله، لكن خالي من القيم، القيم السماوية، خالي. يعني الله عز وجل هو المصدر الأساسي للقيم، هو خلل. لذلك قلت لك إنه كان ظلوما، هنا بمعنى الظلم. إذن الإبداع في ضوء من توجيه الله سبحانه. نعم. وتعالى. نعم أكيد. فهو خلينا فقط أرجع للشواهد اللي تكلمنا. نعم. عنها. سنذهب إلى فاصل، أرجو. نعم. أن تفضل. طيب. تفضل. لا تفضل. طيب. بالشواهد. طيب شاهد أيضا قضية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. نعم. هذه الآية واضحة أيضا، آية من غاية وجود الإنسان. أنت تقول لي أن الغاية هو التوحيد، العبادة، الإيمان، لكن الآية تقولها واضحة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أي أن الغاية من وجود الإنسان هو. نعم. أن يحسن العمل. هل أسرد؟ نعم، يعني يمكن أن تعطي شاهدين أو ثلاثة يعني. طيب. قبل أن نذهب إلى الفاصل من فضلك. يعني استعمركم فيها، الآية القرآنية هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أيضا هنا هذا دليل على أن الإنسان سبب وجوده في الأرض هو الاستعمار وإعمار الأرض. تمام. نعم. طيب نذهب إلى فاصل ثم نكمل بعد الفاصل. طبعا. نتوقف مع فاصل ومن ثم لنا عودة. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن الاستخلاف في التصور الإسلامي بين المفهوم والغاية والثمرات. دكتور يعني حقيقة أرغب في سؤالك عن موضوع الاستخلاف إذا ما كان حاضرا في، وأنت أستاذ لتاريخ الأديان، إذا ما كان هذا المفهوم حاضرا في الأديان والشرائع الأخرى. حقيقة هذا المفهوم غير حاضر تماما، وسبب عدم حضوره هو الذي دفعني للتفكر في قضية الاستخلاف في الإسلام. يعني أريد أن أقول هناك مسألة أساسية في تاريخ الأديان، وهي أن لكل دين قضية جوهرية يقوم عليها معالم هذا الدين وعلومه، يقوم عليه يعني معالم هذا الدين وعلومه، وهذه القضية الأساسية في الغالب تكون رؤية كونية، وهي في الأصل رؤية كونية لأنها في الأخير تتحدث عن الدين أو القضية الأساسية للدين. طيب أنا عندما كنت
أستعرض أو أدرس هذه المفاهيم التي بني عليها القضية الجوهرية لكل دين، كنت أرى أن يعني نقدها يذهب دائما إلى قضية العمل في الإسلام أو تصور الحياة الدنيا من خلال العمل في الإسلام. مثال، سأضرب مثال، الديانة الهندوسية. الديانة الهندوسية نحن نعلم أنها ديانة تتعدد فيها الآلهة، وعندنا مفهوم التناسخ والتميز الطبقي الاجتماعي والفناء ومفاهيم وحدة الوجود. نعم. هذه كلها، هذه المفاهيم إطارها النظري لهذه الديانة، إطار النظري لهذه الديانة أو لهذه المفاهيم هو تجلي الإله في الوجود الحسي. تجلي الإله في الوجود الحسي. تجلي الإله في الوجود الحسي الغرض منه كان أن يعرف الإنسان، أن يعرف الإنسان إلهه. فما كان يعني طريق للإله إلا أن يوجد الإنسان في ذاته. فظهرت فكرة وحدة الوجود ثم التناسخ، حيث أن الموت لا يمكن تحرر الروح لأن الإله نفسه محبوس في المادة، فهو ينتقل الإنسان من جسد إلى جسد من هذا التصور. وهكذا في البوذية هناك قضية أساسية، وهكذا في اليهودية هناك. إذن ليس متحققا الاستخلاف في الأديان والشرع الأخرى. قلت لك كانت دراسة هذه يعني عندما كنت أنتقد أو أنقد هذه الرؤى كنت أنقدها من خلال ماذا؟ من خلال نظرة الإسلام للدنيا. الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. أيضا نأتي إلى قضية العمل. هذا يعني ربما أتينا إلى واحدة من أهم الأسئلة في الحلقة، يعني أقصد التي يعني تعرج على صلب موضوع الحلقة، وهي العمل الصالح، مفهوم العمل الصالح. لأن الاستخلاف مرتبط بالإيمان أولا ثم بما ينتج عن هذا الإيمان من عمل صالح، فما مفهوم العمل الصالح؟ العمل الصالح هو أيضا يرتبط بمقاصد العقيدة والإخلاص ومقاصد التصوف والإحسان. الإحسان، وسنأتي إلى هذا بالتفصيل. العمل الصالح هو العمل المبدع أو العمل أيكم أحسن عمل، العمل الذي يبدع فيه الإنسان ويمثل فيه يعني صنع الله في خلقه. أنا أحتاج منك إلى تحرير معنى الإبداع هنا، يعني أيكم أحسن عمل بمعنى فعل الخير، مساعدة المحتاجين. لا، هذا كله لا أنا لا أفهمه فقط هكذا. لا أفهم أحسن عمل أن تكون مهندسا عظيما، أن تكون طبيبا ناجحا، أن تكون أستاذا يعني متخصصا متميزا. هذا معنى، هذه مشكلتنا. مشكلتنا نحن نقرأ دائما عمل الصالحات بهذا المفهوم الطاعات، ولكن أنا أفهمها بشكل مختلف تماما. عمل الصالحات هو العمل الذي يتميز بالجودة. طب دكتور، يعني من باب النقاش، إذا ما كان هناك مهندس عظيم ومحترف ومتميز ومبدع لكنه لا يعمل وفق تعاليم الإسلام، هذا قلت لك هذا ناقص. الدلالة الكونية، استخلاف الدلالة الكونية، لكن الدلالة الشرعية هذا هو شرط، شرط الإيمان وشرط العمل. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. هذا الموضوع مختلف تماما. أنا أتكلم عن الاستخلاف كمقصد عام للدين يتحقق في الإنسان المسلم أو غير المسلم. أما أنا إذا تكلمنا في الجانب الشرعي هنا يشترط طبعا. يعني أفهم من كلامك هذا أن المسلم طبعا هو الاستخلاف مقصود به يعني حكر على المؤمنين، لأن الله سبحانه وعد المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هو الذي سيخلف، وليس مطلق الإنسان. هذا الدلالة الشرعية. طيب، خلافة هذا الدلالة الشرعية. لكن العمل الصالح دكتور لو أذنت لي، يعني بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في موضع آخر إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ربما هنا مقصود فيه الجانب الإبداعي والجانب، لكن أحسن عملا والعمل الصالح مقصود فيه تعميم الخير على البشرية ونقض وإزالة الفقر وإزالة المحن ونجدة الملهوف، ربما يكون مرتبطا بالقيم الأخلاقية. أستاذ هذا جزء منه، لا يعني هذه كلها تحت الطاعة، تحت وتعميم الخير أو قضية الإبداع. ما الذي يدفعنا إلى هذا المفهوم أستاذ؟ إني جاعل في الأرض خليفة. أعود إلى النص الأول الذي هو قلت لك هو افتتاحية قصة وجود الإنسان في الأرض.
نعود إلى كلمة خليفة. لماذا هو خليفة؟ سؤال، لماذا هو خليفة؟ لقدرته على الإبداع. لماذا ما الذي يميزه أن يكون خليفة أستاذ؟ ما الذي يميزه أن يكون خليفة؟ يعني ممكن يعني نطلع. كما تفضلت قبل التمييز والإرادة. نعم. هذا اللي يميزه. فمن مقتضى أن يبدع. تسمع لي أعطيك شاهد في قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. نعم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كيف نفهم نحن غالبا هذه الآية؟ يعني عباد الرحمن يعني هم صفوة الخلق، يعني كيف يصفهم الله عز وجل وكيف بدأ وصفهم؟ هل وصفهم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أم استبق بوصف آخر؟ يمشون على الأرض هونا، وما معنى يمشون على الأرض هنا؟ ما المعنى الدقيق المقصود به؟ طبعاً نحن نعرف في القرآن فامشوا في مناكبها، يمشون في الأرض، هذه معاني كناية عن العمل. عن العمل. عن العمل. طيب عباد الرحمن الذي اختصهم الله عز وجل، أول وصف لهم يمشون على الأرض هنا. نعم. العمل. وعلى استهلاء، هذه ربط الدنيا بالسماء. على، لأن الأصل في اللغة يمشي فيه وليس يمشي على. يمشون على الأرض هونا، وهونا بمعنى التوكل، وهذه تربط هنا ربط في الدلالة الشرعية. تمام. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة. لماذا؟ لأنهم قوم لا يضيعون أوقاتهم في غير العمل، لا يريدون أن يضع يعني وقت للجدل على حساب العمل. يعني هذه الآية أيضا من الآيات الواضحة لقضية العمل وقضية الإتقان في العمل. وإذا تكلمنا في قضية المقاصد، يعني إذا تكلمنا مثلا سنأتي على مقاصد الاستهداف بعد قليل، ولكن دكتور عندما يكون العمل الصالح شرطا لاستخلاف لخلافة الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الدنيا، هل ينبغي أن يكون العمل الصالح في صورة أفراد، بمعنى أن كل فرد من أفراد المسلمين في المجتمع المسلم هو يعمل عمل صالح، مؤمن ويعمل عملا صالحا، لكن ليس هناك نظم عام، نظم اجتماعي، بمعنى العمل الصالح للأفراد وليس العمل الصالح للجماعات، أم ينبغي أن يكون عمل جماعات إسلامية؟ هنا نأتي إلى الآية القرآنية: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إنسان لفي خسر إلا الذين، ليس إلا الذي آمن وعمل الصالحات، يعني السياق الطبيعي إن الإنسان لفي خسر إلا الذي آمن وعمل الصالحات، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا فكرة إطار العمل ضمن المجتمع، ضمن المؤسسة، ضمن المؤسسة هو الذي يعني يبعد الإنسان عن مفهوم الخسران. مؤسسة أم الدولة؟ مؤسسة، دولة. هذا يقتضي معنى آخر دكتور، يعني بمعنى أن المسلمين يجب أن يقيموا دولتهم مثلا، وتكون هناك دولة إسلامية، مجتمع إسلامي يصدر في كل شيء عن قيم الإسلام، ثم بعد ذلك يتم الاستخلاف. جميل. هذا الذي أريد أن أقوله، أن الاستخلاف الكوني الأول هو الذي يقودنا إلى الاستخلاف الشرعي. فطالما المسلمون بعيدون الآن عن العمل بدون عن مقوم من مقومات أو شرط من شروط الاستخلاف الشرعي، فقد يكون من الصعب الوصول إلى هذا. طيب دعني أسألك عن موضوع الاستخلاف. لا شك أن فهمت من كلامك، وأرجو أن تصوب لي إن كنت مخطئا، هناك استخلاف فردي بمعنى أن يكون الإنسان خليفة الله في أفعاله وسلوكه وأفهامه ومعاملاته. إذا ما كان الأمر كذلك، فكيف يحقق الإنسان خلافة الله سبحانه وتعالى في نفسه على الأرض فرديا؟ يعني من خلال نجاحه في أعماله، في عمله، في من خلال تحمله المسؤولية، مسؤولية أي عمل يقوم به، حتى المرأة في بيتها، وليس من خلال ضبط عقيدته وتحسين أخلاقه كأساس لذلك؟ طبعا بلا شك. نحن نريد أن الأساس، نتكلم عن المسلم إذن. نعم المسلم. لا طبعا المسلم المربط، لأن المسلم اتفقنا دكتور أن الاستخلاف للمؤمنين. نعم. من المسلم. المسلم لابد يربط بين مسؤوليته عن كل عمل، كل شيء يفعله بمشيئة الله عز وجل، بالقيم التي يعني مشكلتنا هنا الفصام النكد ما بين الدنيا والدين، هذه مشكلة. فقضية أن الإنسان يربط دائما أعماله بقيمة سماوية، هو هذا هدف من
من أهداف الاستخلاف لقوله إلا الذين آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. فهنا ربط دائما بين غايات الحياة وما حدده الدين، يعني من هذا من هذه الغاية للحياة. ما زال في نفس شيء من هذا الموضوع دكتور، أرجو أن توضح لي يعني الموضوع الاستخلاف الفردي، لماذا أنا أسأل عنه؟ يعني كيف يتحقق أن يخلف الله الإنسان في نفسه في بيته في عائلته؟ كيف يخلف الله، كيف يخلف الإنسان الله سبحانه وتعالى؟ ثم بعد ذلك كيف على المسلمين أن يعني يقيموا دولتهم كطريق لتحقيق خلافة الله على الأرض في الوجود؟ كل يبدع فيما آتاه الله، يبدع ويصل إلى حال من الإتقان والإبداع، يصل إلى حال الإحسان. وهذه مشكلتنا أيضا، مشكلتنا يعني مفهوم الإحسان، مفهوم الإخلاص، هذه مفككة، ما في، لا يوجد الربط بين الدنيا والدين. يعني حتى الله عز وجل يعني في سورة قل هو الله أحد سميت سورة الإخلاص، والإخلاص هو أن يكون قيمة العمل، قيمة العمل هذه مرتبطة بالله عز وجل. فعندما يرى الإنسان أن عمله مرتبط بقيمة، بقيمة سماوية، يعني يرى في نفسه يعني أن المراقبة والحرص على أن يكون هذا عمله يعني متقن، فيه يعني يحمل كل القيم السماوية. هذا أمر. الأمر الثاني يعني وصول الإنسان إلى تحقيق هذا الاستخلاف الكوني بمعنى الإتقان في العمل أو الإبداع في العمل، سيوصلنا جماعة إلى الاستخلاف الشرعي الذي وعده الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات. استخلاف المؤمنين الله سبحانه أو خلافة المؤمنين الله سبحانه وتعالى في الوجود، هل يسبقها مماهدات وعلامات؟ سؤال مرة أخرى، يعني هل تحقق وإنجاز الاستخلاف يسبقه علامات وممهدات توحي للمسلمين أو المؤمنين الذين يؤمنون بالله حق الإيمان ويعملون الصالحات، هل لا يستطيعون أن يقرأوا أنهم في طريق الاستخلاف من خلال أمارات وعلامات تظهر أمامهم؟ والله يا أخي كما قلت لك، هو قضية أن الإنسان يمتلك حريته، يمتلك يعني من العلم الذي يجعله قادرا على أن يقدم شيء، هذا بحد ذاته علامة، علامة على أن يعني يؤدي بعمله هذا إلى الاستخلاف الشرعي. ربما يكون مثلا بلوغ المجتمع المسلم درجة من التمدن والتكافل والتكامل، هل يمكن فهمه على أنها أمارة من أمارات الاستخلاف الذي قد يلحق ذلك؟ لكن يشترط الإيمان هنا كما قلنا الذين نعم آمنوا. هو أنا قلت الإيمان والتمدن والتكافل مع شرط الإيمان. طيب هل وسائل الاستخلاف هي ثابتة توقفية أم أنها اجتهادية متغيرة بتغير الزمان؟ وسائل الاستخلاف كأدوات العمل لا، هي ثابتة لأنها قيم واحدة دائما. يعني حدثنا عن وسائل الاستخلاف دكتور قبل أن أذهب إلى الفاصل الأخير، يعني إذا ما أراد المسلمون أن يخلفوا الله في الوجود، فما الوسائل الذي ينبغي أن يتبعوها لتحقيق هذه الخلافة؟ هو طبعا بلا شك العلم فريضة، جانب العلم، العلم فريضة. ثانيا بعد العلم هو الإخلاص في العلم الذي يؤدي إلى أن يعني كل في تخصصه يبدع. بعد ذلك عندما يعني يصل الإنسان إلى حالة من هذا الإبداع، يعني ماذا نقول، يعني ممكن تظهر علامات مثلا قضية ماذا قلنا نحن السؤال، النقطة هي الوسائل تحقيق الخلافة. نعم كما قلت لك الوسائل هي تعتمد على العلم، تعتمد على الإخلاص في العمل، تعتمد على الإنسان يتخصص في يعني في شؤون حياته، في تحمله المسؤولية كاملة. يعني طيب سنتحدث عما بقي من الحلقة مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل أخير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة.
أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة، وحديثنا اليوم مع الدكتور عبد الناصر سلطان سلام، أستاذ تاريخ الأديان والفلسفة. أرحب بكم مرة أخرى دكتور، من فضلك لو تحدثنا عن الثمرات المتأتية عن تحقق خلافة الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الأرض، ما الثمرات التي يمكن أن تتأتى عن هذه الخلافة؟ طيب، هذه الثمرات هو في فهمنا أولا لمقاصد الشريعة، ثم فهمنا لمقاصد العقيدة، ثم فهمنا لمقاصد التزكية إذا كما ممكن نسميها. إذا تحدثنا في الجانب الأول مقاصد الشريعة، نجد أن مقاصد الشريعة ترتبط، المقصد الكلي للشريعة هو مراعاة مصالح العباد في الدارين أو إصلاح الأرض وإعمارها. إذا فهمنا المقصد العام للدين بهذا المنظور الاستخلاف وربطناه بالمقصد الكلي للشريعة، يمكن لنا أن الآن نعيد أو ننظر إلى المصلحة من خلال هذا المفهوم كان العمل كهو المقصد العام للدين. فأيضا النظر إلى الأحكام الاجتهادية بصورة قد تكون مختلفة عن سابقة، لأن هناك الآن إطار نظري هو قضية العمل من منظور الكوني. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا تحدثنا عن جانب مقصد العقيدة والثمرات التي يمكن أن يحصل الإنسان عنها إذا ربط هذا المقصد بمفهوم العمل أو مفهوم الإبداع، نجد أن المقصد العام للعقيدة هو يرتبط، طبعا مقصد العقيدة هو من الأمور التي يعني إلى الآن لم يعني تطرح بشكل عميق. بشكل عميق، والدكتور أحمد الريسوني كان تكلم عنها يعني وحث على دراسة هذا الأمر. أنا عندما ربط المقصد العام للعقيدة بالمقصد العام للدين من حيث العمل، وجدت أن المقصد العام للعقيدة هو المسؤولية. شعورنا بهذا الأمر، شعورنا بأن المقصد العام للعقيدة هو المسؤولية، ينبع منه قيم كثيرة، منها قيم المسؤولية، قيم الطاعة، قيم الطاعة، قيم المراقبة، قيم الحاكمية. هذه يعني عندما يعني نستحضر هذا المقصد من ناحية مفهوم المقصد العام للدين هو العمل، يعني سنعرف أن مسؤولية يعني مسؤوليتنا في العمل يعني هي مسؤوليتنا أننا نحن نتعبد الله كإله واحد، هذا واحد، ومن هنا نفهم الصفات التي نقراها في القرآن أنها صفات ترتبط أو تتعلق بسبب وجود الإنسان على الأرض. كيف أقول هذا الكلام؟ بمعنى أن العقيدة في الإسلام يبنى عليها العمل. العقيدة في الإسلام يبنى عليها العمل. فإذا فهمنا من هذا المنظور يعني يكون طرحنا في مفاهيم العقيدة ليس الطرح فقط التنظير لما وراء الغيب، ولكن أن العقيدة هذه يبنى عليها عمل. الصفات التي نقراها في الآيات القرآنية يعني يتأتي دائما في نهاية يعني الآيات التشريع، في آية التشريع التي تبدأ بنداء المؤمنين تنتهي بالصفات. هذا يؤكد أن العقيدة في الإسلام هي عقيدة عملية. هذا أمر. أيضا في قضية مفهومنا للقضاء والقدر، مفهومنا للقضاء والقدر، هنا في من خلال مفهوم المسؤولية أو من خلال المقصد العام للعقيدة المسؤولية يجعلنا نرى يعني أن العلاقة أو مفهوم الوجود هو علاقة بين الله والإنسان من خلال هذا الاستخلاف الكوني. تمام. إضافة إلى هذا يعني نجد أن في المقصد التزكية، نعود إلى نقطة أخرى يعني أو ننتقل إلى نقطة أخرى، مقصد التزكية هو المقصد العام للتزكية أو ما يسمى بعلم التصوف، هو العبادة الخالصة. يعني ما المقصود من علم التزكية؟ هو العبادة الخالصة.
الذي اصطلح عليه شرعيا بمفهوم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه. الإحسان هنا، الإحسان معنى الإحسان هو إتقان العمل، فإتقان العمل من خلال الحديث، حديث جبريل عليه السلام، هو ربطه بالعبادة الخالصة، أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الربط ما بين إتقان العمل والعبادة الخالصة يؤكد قيمة إتقان العمل ليصل إلى مرتبة العبادة الخالصة. طب دكتور، يعني إذا كان الاستخلاف هو المقصد العام للدين، فالآن اليوم البشرية في حالتها، خلافة الله سبحانه وتعالى على الأرض في الوجود غير متحققة أم أنها متحققة؟ الخلافة من ناحية الدلالة الكونية متحققة، كالإنسان المبدع. الإنسان المبدع. طب لماذا هذا الفصل؟ يعني هي الخلافة الكونية ينبغي أن تكون للمؤمنين أيضا. الخلافة الكونية للمؤمنين عندما يتمسكون بالعمل أو يبدعون في الجانب العملي. طيب إذا لم، لأن الخلافة الكونية وهي الحضارة والمادة وإلى آخره، ينبغي أن تكون بوحي من قيم الإسلام، بوحي من القيم التي يحض عليها الله سبحانه وتعالى. طيب الحضارة الغربية الآن هي التي تسود العالم وهي التي تسيطر عليه، هل يمكن أن نقول بأن هذه هي تخلف الله في الأرض في ظل هذه القيم المادية التي مثلا لا تحوي على قيم الرحمة والتكافل والتعاون، إنما الفردية والأنانية وربما في نوع من التوحش؟ هل يمكن أن نقول عن هذه الحضارة هي خلافة الله في الأرض بجانب، حتى لو كان جانبا تكوينيا؟ هو من جانب التكويني، من جانب الصنع، من الإبداع، فهو خليفة، لأني إني جعل في الأرض خليفة. هذه سمة عامة للإنسان، يعني هذا يعني لكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى قيدها وقال للمؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا اللي هو الاستخلاف الشرعي، هذا ما أفهمه أنا من الاستخلاف الشرعي، أو شروط يعني قبول العمل، ممكن نقول شروط قبول العمل. لكن الآن هناك في يعني فصل ما بين العمل والقيمة، وهذه هي مشكلتنا. لكن يبقى الإنسان كإنسان هو خليفة الله في الأرض. ثمة علاقة بين الخلافة والتمكين، لو تحدثنا عن هذه العلاقة ومن السابق على الآخر. التمكين المقصود منه تمكين يعني تمكين الشريعة أو ماذا؟ في الآية وليمكنن لهم دينهم. نعم. هنا المقصود هو الخلافة الشرعية. وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. يعني هنا المقصود، يعني بمعنى أن المؤمنين إذا خلفوا الله سبحانه وتعالى في الأرض فسيمكن لهم دينهم، أم أنهم يجب أن في الدرجة الأولى أن يحملوا أسباب القوة ويتمكنوا؟ أسباب الشرط، شرط الإيمان وشرط العمل الصالح، هو الذي سيمكن لهم الخلافة الشرعية، الاستخلاف الشرعي. نعم. طيب يعني لو تحدثنا أيضا من جديد عن موضوع العلاقة بين خلافة الله سبحانه وتعالى والأمانة، أظن أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من التوضيح. طيب بداية هنا أنا طبعا يعني في البداية كنت أريد أن أفصل في قضية معينة، وهي يمكن تشرح لك أو تجيب عن بعض الأسئلة الأخيرة، وهي لماذا نقول الإنسان هو خليفة الله في الأرض بشكل عام تحققت مع المسلم أو غير المسلم؟ وذلك للتكوين الروحي للإنسان. التكوين الروحي للإنسان يعني عندما خلق الله الإنسان قال وإذا ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. هنا تكلم الله عز وجل على الإنسان. نعم. آدم ممثلا بآدم. يعني هنا نسب الله الروح إلى نفسه تشريفا لهذا التكوين الخاص للإنسان. يعني في تكوين روحي للإنسان من خلال قوى الروح المميزة الذي اكتملت فيها يعني قوى الروح كاملة. الروح يعني موجودة في المخلوقات، أما الإنسان ميزه الله عز وجل بقوى روح اكتملت من حيث الكم نستطيع أن نقول، ومن حيث الكيف. هذا سر الاستخلاف، لذلك لا نستطيع أن نجرد الإنسان غير المسلم من هذا المفهوم، مفهوم الاستخلاف، لوجود الروح، هذه الروح التي امتلكت هذه القوى التي جعلت الإنسان سيدا على الأرض مسلما أو غير مسلم.
يعني أظن هذه لكن النقطة ربما تكون ما زالت بحاجة توضيح، لأن خلافة الله في الأرض يجب أن تكون خلافة خير وليست خلافة مادة معزولة عن القيم. أنا قلت لك أنا أتكلم عن طبعا أنا أقول لك الأسئلة التي قد تطرح على ذهن المشاهد، تفضل. أنا لا أنا أطرح هذه النقطة، هو بمعنى خلافة الخير هذه قضية إيمانية، أنا لا أتكلم عن الآن عن هذه القضية الإيمانية، أنا أتكلم عن قضية أن الروح التي في الإنسان كانت مسلم أو غير مسلم هي تؤهله للخلافة. هذه الروح بتكويناتها هي التي جعلته يقدر له القدرة على هذا الإبداع، على مثلا على أن يعني مثلا يحقق يعني هذه مفهوم الأمانة التي تكلمنا عنها. مفهوم الأمانة هو أن الإنسان أمامه الطبيعة، هذه الطبيعة وهذا مجال عملك، وأنا خلقت فيك هذه الروح التي تجعلك قادر على أن تبدع. أفهم من سياق هذه الحلقة وهذا سؤالي الأخير، بقي معي 3 دقائق ربما دكتور، يعني أنك من خلال حديثك تفصل ما بين الخلافة أو تنوع خلافة مادية أو تكوينية وخلافة شرعية، هل هذا الفصل شرعي برأيك دكتور؟ الفصل بين الخلافتين شرعي؟ الله سبحانه وتعالى هل يمكن أن يخلف غير المؤمنين خلافة تكوينية ثم يقول للمؤمنين اخلفوني خلافة شرعية، وإذا حمل المؤمنون الخلافتين مع بعض فبها ونعمت؟ هل هذا يمكن أن يكون فهما صحيحا؟ الفصل بين الأمن وعمل الصالحات هو هناك شرطين، هناك شرطين، إن كان الإيمان يقتضي العمل الصالح لم يفصل بينهما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل الصالح مختلف عن الإيمان. لكن هناك مؤمنون الآن مؤمنون ويعملون عملا صالحا لكنهم ليسوا مستخلفين في الأرض، لكن في شروط أخرى، في شروط أخرى ليست فقط الأمر فردي، أنا قلنا قبل قليل قلنا الموضوع هو مؤسسي، يعني هو بتكاتف الأفراد تقام الاستخلاف، يقام الاستخلاف الشرعي. بدقيقة هل تريد أن تضيف شيئا عن موضوع الحلقة بدقيقة قبل أن ننهي؟ هو الذي أريد أقول فقط أن الموضوع يعني يحتاج إلى تفصيل أكثر، ويعني قد يكون في أمور نوعا ما يعني غير كانت تحتاج أكثر دقة في هذا الحديث، لكن الأمر أنا يعني استخلصته من خلال النصوص الشرعية وفرضية أن الله خلق في الإنسان هذا التكوين الروحي المميز الذي يجعله قادرا على الإبداع كان مسلما أو غير مسلم. في هذه الحلقة كانت إطلالة عامة على مفهوم الاستخلاف وشروطه وإلى آخره، ربما في المستقبل نخصص حلقات لمزيد من التخصص ومزيد من التفصيل في هذا الموضوع. أشكرك شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في نهايتها، أشكر ضيفي المكرم الدكتور عبد الناصر سلطان سلام أستاذ تاريخ الأديان والفلسفة، كل الشكر لكم، في حراسة الله.